يروي الرواة التاريخ أن عمر رضي الله عنه عندما تولى الخلافة قال، يقول للناس الآن أنا كحاكم ماذا لي، يقول لا يحل لي من مال الله، يعني من الأموال العامة مال الله، هكذا يقول الخليفة، ليس أموال الحكام، هذه مال الله ملك الشعب. يقول عمر رضي الله عنه لا يحل لي من مال الله إلا حلتان، يعني ثوبان، حلة للشتاء وحلة للصيف، ثوب واحد للشتاء وثوب للصيف، وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم، يعني راتب يكفيني ويكفي أهلي، ليس واحد من أغنى الناس، واحد من نفس الطبقة الاجتماعية التي أعيش فيها، ثم أنا رجل من المسلمين. يعني إذا الدولة وزعت على الناس مكافآت، رواتب، أعطيات، أخذ كما يأخذ أي واحد، بس هذا حقي في المال العام. احنا اليوم نتكلم عن مليارات. قذافي لما زاله الله هو وأهله وعصابته المجرمة كان أخذ 110 مليار دولار مسجلة باسمه وأولاده شخصيا، 110، وحسن مبارك كذلك، وعلي عبد الله صالح 27 مليار دولار، وقيسوا ها يلعبون بالمال العام، مليارات والناس تعيش ما هي قادرة تعيش من شدة الجوع، البطالة 30%، شوارع ما في، وغيرها وغيرها. كان عمر رضي الله عنه إذا استعمل عاملا، يعني ولا والي، كتب له عهدا وأشهد عليه رهطا من المهاجرين، واشترط عليه ألا يركب برذونا. البرذون هو البغل الفخم، ممنوع لا تركب مثل باقي الناس، ولا يأكل نقيا، النقي الطحين اللي مأخوذة منه النخالة، لا لا تأكل الطحين بالنخالة مثل باقي الناس، ولا يلبس رقيقا، ملابس الرقيقة الحرير وغيرها، ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات، فإن فعل شيئا من ذلك حلت عليه العقوبة. هذه سيرة عمر بن الخطاب وهي كثيرة، لو أردنا فيها ما ننتهي. أما عن عمر بن عبد العزيز فمما يروى عنه أن عمته دخلت عليه تطلب زيادة على راتبها من بيت مال المسلمين، في راتب، كان على فكرة كان في راتب يعطى لكل شخص في الدولة، فهي طلبت راتب إضافي، يعني فلوس إضافية ما تكفيها. وإذا لما دخلت عليه وإذا عمر بن عبد العزيز الخليفة يأكل عدسا وبصلا، فلما كلمته في شأن زيادة راتبها قام عن طعامه وجاء بدراهم، راح داخل في الغرفة أخذ دراهم من فضة ووضعها على النار لما صارت حامية، ثم وضعها في كيس وقال لها خذي، فصب الدراهم في يدها، فلما قبضت عليها طرحتها فورا واحترقت يدها من شدة الحرارة وكاد أن يغشى عليها، فقال لها عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يا عمتا إذا كان هذا حالك مع نار الدنيا فكيف بنا والآخرة، ثم اسمعوا القرار، ما أنا إلا عبد استودعه الله على خلق من خلقه وخازن لبيت مال المسلمين، أسأل عن كل درهم فيه يوم القيامة، فكيف يكون حالي في ذلك اليوم إذا أنا أعطيتك درهما واحدا فوق باقي الرعية. هكذا كان العظماء في إدارتهم للمال العام.